خيرية بريطانية لإغاثة غزة، وقد ألفت بث نداءات مشابهة له منذ عدة عقود خشية أن يؤثر ذلك على حياديتها حسب مسؤوليها. عندما حدثت أزمة في الكونغو بثت بي بي سي نداء وجمع عشرة ملايين جنيه، وكذلك في ميانمار، وسبب الرفض الآن هو اعتراض إسرائيلي. وسلم المعتصمون عريضة طلبوا فيها مدراء البي بي سي بالتراجع عن رفض بث البيان والتزام سياسة تحريرية أكثر توازنا في تغطيتها لما يحدث في قطاع غزة. لم يظهروا مصداقية في تقاريرهم أثناء تغطية أزمة غزة، وهم الآن ينحدرون إلى مستوى الفضيحة برفضهم بث نداء الجمعيات الخيرية. الرسالة التي يبعث بها هؤلاء المتظاهرون هو أنهم لن يوقفوا حملة الضغوطات على البي بي سي حتى تتراجع عن قرارها وتذيع بيان الجمعيات الخيرية الذي يدعو إلى إغاثة أهل غزة. يأتي ذلك فيما انتقد عدة وزراء حكوميين في حكومة رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون قرار البي بي سي عدم إذاعة بيان الجمعية الخيرية، واعتبره وزير الصحة بان برادشو بالمؤسف وغير المبرر. ويسلط ذلك الضوء على تغطية وسائل الإعلام البريطانية للحرب على غزة واتهامات التقصير التي وجهت لعدد من تلك الوسائل البريطانية خاصة البي بي سي. الجزيرة اتصلت بالبي بي سي للرد على بعض ما وجه إليها من تهم، غير أننا لم نحصل على رد. نصر بدري، الجزيرة، لندن. أما في فرنسا فقد شهدت باريس مظاهرة حاشدة شارك فيها نحو 20,000 نددوا بفداحة ما خلفته الحرب على غزة، وطالبوا بمعاقبة إسرائيل وضرورة أن توقف الدول الغربية السماح لإسرائيل بالاستهانة بالقانون الدولي واستخدام أسلحة محرمة دوليا. مراسلنا عياش دراجي رافق مسيرة المتظاهرين وأعد لنا التقرير التالي. ليس لأن إطلاق النار توقف تتوقف أو تخبو جذوة الهمم، فالمظاهرات هي المظاهرات ليست ناعمة مثل الدبلوماسية، والشعارات هي الشعارات ليست محبوكة مثل بيانات القمم، وغزة لا تزال تحدث أخبارها. هذه المظاهرة احتشد لها الغاضبون ونددوا خاصة بانتهاك إسرائيل للشرعية الدولية. لدينا مسؤولية نحن مواطني أوروبا في أن نضغط على حكوماتنا كي ترغم إسرائيل على إيقاف انتهاكها الدائم للقانون الدولي، فلا يكون هناك سلام لأي طرف دون الالتزام بالشرعية الدولية، والهدف هو قيام دولة فلسطينية في حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. ولكن عندما يهتف بمعاقبة إسرائيل على فعلة فعلتها أو تطالب بتطبيق القرارات الدولية، فإن الفكر سرعان ما يذهب إلى حليفها أو حاميها الأمريكي. أنا كأمريكية، حكومتي تدعم إسرائيل وتعطيها المال، وإسرائيل ليس من حقها أن تقوم بارتكاب تلك المذابح، والفوسفور الأبيض نفسه أنتج في أمريكا، وهو المادة التي قتلت وأحرقت الناس ومنازلهم. الطفولة أو البراءة التي كان نصيبها وافرا من الفوسفور الأبيض تهز النفوس والمشاعر في كل مظاهرة، فحين انقشع سحاب القصف تكشفت عورة المعتدي واتضحت ملامح الجرح أكثر. وضع الأطفال هو نفسه الوضع العام لبقية الفلسطينيين، وأعتقد أن وضعهم لن يتحسن في غياب العدالة من أجل فلسطين. أحداث غزة كانت مرعبة في حين لم يتحرك المجتمع الدولي وأوروبا خاصة قبل حدوث ما حدث. بعد صور الرئيس الفنزويلي أوغو تشافيس، ها هي صور الرئيس البوليفي إيفو موراليس، ومعه بقية